اهلا بيكم معانا في قناة أكلة ترندي. النهاردة هنعمل لكم براونيز الفادجي الحلو اللي كل الناس بتحبه. شايفين شكله حلو ازاي وطعمه حلو قوي. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. هنحتاج كوباية دقيق، انا هنا بنخلها عشان طبعا كل ما الدقيق بنخله كده بيدي هشاشة في الكيكة. ربع كوباية كاكاو برضو نفس الطريقة. هنقلبهم مع بعض. لحد ما يختلطوا كويس. هنا انا هبدأ سيح الشوكولاتة. انا هنا استخدمت ربع كيلو مع 1/3 كوباية زبدة. انا سيحهم في الميكرويف زي ما حضراتكم شايفين ونقلبها كويس عشان ما تمسكش. وفي البولة اللي هنجهز فيها هنحط 3 بيضات. معلقتين زيت، معلقة فانيلا وكوباية سكر وربع كوباية سكر بني ونقلب كل ده مع بعض. هنبدأ نضيف خليط الشوكولاتة ونقلب كويس. دلوقتي بقى هنضيف خليط الدقيق مع الكاكاو ونقلب كويس جدا. الصينية عندي مغلفاها بورق زبدة. هنبدأ نحط فيها الخليط. انا هنا هستخدم قطع من الشوكولاتة البيضة، بتدي طعم حلو قوي قوي. جربوها مع البراونيز هتحبوها جدا. وبعدين هنزل ببقية الخليط.
وعلى الفرن على درجة حرارة 180، بتاخد حوالي نص ساعة. شايفين شكلها حلو ازاي؟ فعلا فاضي. هنبدأ نرش عليها شوكليت شيبس، بتدي طعم حلو قوي في الآخر. دلوقتي هنجهز الصوص اللي هنحطه فوقيها. لو عندنا كوباية من التوت ومعلقة سكر، هنحطهم على النار يدوبك مع معلقة مية. شايفين لونه بدأ يتغير ازاي؟ 5 دقايق ونشيله من على النار. يلا بينا نقطع بقى ونستمتع بالبراونيز الفاضية الجميلة دي، طعمها روعة. شايفين ده شكلها روعة. هنحط عليها من الصوص اللي عملناه، ويا سلام بالهنا والشف. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. أشوفكم في أكلة جديدة. مع السلامة.